الحياة الطبيعية تعود إلى شوارع بغداد والقوات الأمنية تنهي حالة الإنذار القصوى. أنا أعتذر للشعب العراقي. السيد مقتدى الصدر يعتذر للعراقيين عن أحداث ليلة أمس وينهي اعتصام أتباعه أمام البرلمان. التربية والتعليم تستأنفان الامتحانات اعتبارا من الأربعاء ووزارة التجارة تراقب الأسعار في الأسواق. طلائع الزائرين تواصل السير صوب كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية والمنافذ تستأنف استقبال الزائرين العرب والأجانب. الآن وقد حصحص الحق وانجلت غبرة الفتنة عن سماء وحدة الوطن. الآن وقد فترت زوبعة المغرضين وانكسرت شوكة الكارهين وبانت شمس الصبر بعد ليال عسر عاش فيها العراق غصة كرب قفرة ومخاوف من اقتتال الأخوة، لكن نار البارحة أخمدها بأس العقلاء بصبرهم والحكماء بدعواتهم وتصدياتهم، وما يهم العراق هو انتهاء المحنة وعودة الحياة تصبغ شوارع البلاد. فهذه التجارب القاسيات تتطلب حراكا سياسيا يعجل ما قد تأخر لسنوات. أهلا بكم في مرصدنا الخبري. بعد ليلة مشحونة بالاضطرابات الأمنية والنزاعات المسلحة عاد الهدوء يحتضن أجواء العراق بعد انسحاب معتصمي التيار الصدري من الخضراء، حيث شهدت المنطقة الخضراء انسحابات متتابعة من قبل معتصمي التيار الصدري والمسلحين منها ورفع خيام الاعتصام وإخلاء باحة مبنى البرلمان الذي أغلق لأسابيع، وسط حالة من الهدوء والسكينة تعود لأجواء العاصمة التي شهدت يوما عصيبا إثر النزاعات المسلحة والاضطرابات الأمنية بين المتظاهرين. أجواء الهدوء هذه جاءت بعد مطالبة رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء، وقدم السيد الصدر اعتذاره للشعب العراقي من حالة الإرباك التي أحدثها الصدام ليلة البارحة. أنا أقول الآن أمشي متأطئ الرأس، وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث، وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. ما أريد أكررها بعد مرة ثانية أو ثالثة، سواء كان البادئ الطرف الأول، الطرف الثاني، الطرف الثالث، هذا ما يفرق عندي أبدا. القاتل سواء والمقتول سواء. وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف معا، والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف. وانتقد السيد الصدر بشدة الصدام المسلح الذي اندلع بين أنصاره والقوات الأمنية، وأكد أن ما حدث ليس بثورة ما دام قد استخدم فيها السلاح، وأمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب
حتى من الاعتصام. أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان، بالأيدي، بالقلوب الصافية، بالقلوب المحبة لوطنها، مو تروح تركض على الرصاص وعلى القاذفات وعلى الهاونات. بئسة الثورة هذه، بعد شو تريد؟ بئسة الثورة. بغض النظر عن من هو البادئ، فهذه الثورة ما دام شابها العنف وشابها القتل فهي ليست بثورة أصلا، ولن أقول بعد الآن إنها ثورة. كما خرجت عن سلميتها ثورة تشرين وانتقدتها، أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري بعد. ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرع حتى من التيار. مظاهرات سلمية ماشي، لا مو ماشي، حتى مظاهرات سلمية بعد ما ريت. السيد الصدر كشف عن سبب انسحابه من العمل السياسي وأكد أن اعتزاله شرعي وليس سياسيا، تنفيذا لأوامر المرجع الذي ألزمه بذلك. السياسة أنا ما أتدخل، وأنا قلت أنه بارحة اعتزلت وهذا اعتزال نهائي لأنه اعتزال شرعي، مو بعد اعتزال سياسة واجتماعيات وأمور أخرى، لا شرعا المرجع قال ماكو تدخل، بعد ماكو تدخل، خلص ها هي في مال لا في مال لا. ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بانسحاب أنصاره من البرلمان خلال ساعة واحدة، وقال الكاظمي في تغريدة له إن دعوة السيد الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي، مشيرا إلى إن كلمة السيد الصدر تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات. ومع إعلان الانسحاب قرر الإطار التنسيقي أيضا سحب المعتصمين من قرب المنطقة الخضراء، وذكرت اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة التابعة للإطار في بيان خاطبت فيه المعتصمين بالقول إن موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف إلى سجل مواقفكم المشرفة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا إلى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دوما على أتم الجهوزية لتلبية نداء الوطن حال استصراخه لنا. من جانبه أعلنت قيادة العمليات المشتركة رفع حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات، وذكر بيان للقيادة إنه تقرر رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد وجميع المحافظات بعد تهدئة الأوضاع الأمنية في البلاد، وأشار إنه تم التوجيه بإنهاء حالة الإنذار القصوى لجميع المنتسبين والقوات الأمنية بعد عودة استقرار الوضع الأمني في العاصمة بغداد. دعا الإطار التنسيقي إلى الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية وإعادة جلسات مجلس النواب، وذكر بيان للإطار عبر فيه عن أسفه الشديد لما وقع من فتنة عمياء تسببت بسقوط ضحايا من أبناء الشعب العراقي بسبب مواقف غير مدروسة أدت إلى ما حدث، متقدما بالشكر الجزيل لكل موقف وكلمة وفعل ساهم في إيقاف هذه الفتنة ووضع حدا لنزيف دماء الأخوة من أبناء الوطن الواحد. ولفت الإطار إلى أنه ولأجل منع تكرار ما وقع من فتنة وإنهاء الظروف التي تساعد عليها دعا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والإسراع إلى تحقيق ما يصبو إليه أبناء الشعب العراقي وبمشاركة واسعة من جميع القوى السياسية الراغبة في المشاركة. كما دعا مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاه المواطنين. من جهتها رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي بالإعلان المعتدل الأخير لرئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وذكرت البعثة في بيانها إنها ترحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد الصدر والداعي إلى إنهاء العنف والتظاهرات أمام مجلس النواب،
مؤكدة ضرورة ضبط النفس والتهدئة لكي يسود صوت العقل والأمن في البلاد. دعوات شعبية تحث القوى السياسية بالتنازل عن بعض المواقف السياسية لحفظ الدم العراقي واللجوء إلى الحوار الوطني بعيدا عن الصراعات السياسية، ممهدا لتشكيل الحكومة الخدمية المقبلة. حسين ياسين والتفاصيل. لا صوت يعلو على صوت العقل عندما تشتد المحن، كيف لا، فالوطن أغلى من كل شيء مهما اختلفت المسميات وتضادت المواقف. فها هم أبناء العراق الأصلاء ينجحون في وأد فتنة هي الأخطر من نوعها على البلد، والتي كادت أن تنسف كل شيء بوصف من راقب شرارتها الأولى في ليلة الثلاثاء التي كانت أطول ليلة على العراقيين. أعتقد أن مثل هذا الخطاب نحتاجه في كل الأوقات، أنه نوحد الكلمة، نبتعد عن لغة التهديد والسلاح، نلتجئ إلى لغة الحوار، أن نلتزم بالقيادات السياسية والقيادات الدينية، لأن هذا هو المخرج الوحيد الذي يمكن أن يخرجنا من الأزمة. وبعد هذا الدرس البالغ الأهمية، يقول آخرون أن مرحلة الحوار أصبح ضرورة قصوى ينبغي على جميع الأطراف أن تدركها. يجب أن يكون هنالك موقف حازم من جميع القوى السياسية، يجب أن تتنازل، يجب أن تتراجع عن جميع أو أغلب مواقفها السياسية. أنا أعتقد الدم العراقي أغلى من المواقف السياسية، على كل الأطراف أن تحتكم إلى حقيقة لغة العقل، تحتكم إلى لغة المنطق. وبعد زوال هذه المحنة ينتظر الشارع العراقي بفارغ الصبر الانتقال لتأسيس مرحلة جديدة تضمن حقوق الشعب المثقل بالأزمات. حسين ياسين، الفرات، بغداد. وإلى أبرز المواقف السياسية حول تداعيات الأوضاع الأخيرة في البلاد، حيث قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون، وأن الاعتداء عليها جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين، وتعد نسفا وتخريبا للحياة السياسية وتجاوزا على الديمقراطية التعددية. من جانبه أكد رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي أن على العقلاء وضع الحلول لمنع العودة إلى الاحتراب العبثي وتعريض أرواح المواطنين للخطر وتقويض الدولة ومصالح أبنائها. من جهته قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري إن مبادرة السيد مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف المسلح مبادرة شجاعة تستحق التقدير والثناء، وجاءت في لحظة حرجة يراهن فيها الأعداء على توسيع حالة الاقتتال بين الأخوة. باشرت الكوادر البلدية برفع النفايات من مناطق متفرقة داخل المنطقة الخضراء، وخاصة من أمام مبنى البرلمان، حيث قامت الكوادر البلدية التابعة لأمانة بغداد بحملات واسعة بمشاركة العديد من الكوادر البلدية وآلياتها لرفع الأنقاض ومخلفات التظاهرات من مقتربات مجلس النواب، فضلا عن قيامهم بأعمال تنظيف قرب أبواب المنطقة الدولية المحصنة، فيما قامت قوة أمنية بعملية تفتيش داخل مجلس النواب تحسبا من وجود مواد خطرة. أعلنت وزارة التعليم العالي عودة الدوام الرسمي في جميع الجامعات والكليات والمعاهد في بغداد والمحافظات كافة ابتداء من يوم غد الأربعاء. وذكر بيان للوزارة أنه تقرر عودة الدوام الرسمي في الجامعات والكليات والمعاهد كافة بعد قرار رفع حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات. وأشار البيان أنه تقرر استئناف الامتحانات النهائية للدور الثاني بإنسيابية عالية من أجل التهيئة للعام الدراسي الجديد. بدورها قررت وزارة التربية استئناف الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط يوم غد الأربعاء، وبنفس تسلسل الجدول المعلن مسبقا، على أن تبدأ الامتحانات في الساعة السابعة صباحا. باشرت الفرق التجارية في وزارة التجارة التواجد في الأسواق المحلية بعد الإعلان عن رفع الحظر لمتابعة الأسعار والحد من ارتفاعها نتيجة الأحداث التي مرت بها بعض مناطق البلاد. وذكرت دائرة الرقابة التجارية والمالية بوزارة التجارة في بيان لها قيام فرقها الرقابية والمالية بالتواجد في الأسواق المحلية لغرض التدقيق بالأسعار ومنع أي عملية زيادة فيها في ضوء عودة الأمور إلى طبيعتها ببغداد والمحافظات،
بعد إعلان قيادة العمليات المشتركة رفع الحظر في جميع مناطق البلاد. أكد مواطنون أن أحداث العنف والإجراءات الأمنية المتمثلة بحظر التجوال تسببت بإرباك السوق المحلية وارتفاع الأسعار، فيما أعاد قرار رفع حظر التجوال حركة التسوق في العاصمة بغداد إلى سابق عهدها. تقرير صباح حكيم. أحداث أمنية مؤسفة شهدتها العاصمة بغداد وبعض مدن البلاد سرعان ما انتهت بتحكيم العقل والمنطق لتعود الحياة لطبيعتها بعد حظر أعلن منذ الساعة 7 مساء يوم أمس، وشهدت بعض المحال والأسواق اكتظاظا للمتبضعين خوفا من استمرار تلك الأحداث الأمنية، وما أدى لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية كالخضار والفواكه، رغم قرار قيادة عمليات بغداد بفتح الطريق أمام حركة عجلات نقل المواد الغذائية قبل رفع الحظر. يعني كل الأزمات جاي تستغل في البلد ضد المواطن. اليوم شاهد ارتفاع الأسعار بسبب قطع الطرق، لا نعطي الفرصة لضعاف النفوس لاستغلال هذا الموضوع ويكون الخاسر الوحيد هو المواطن. يعني نتيجة قطع الطرق بالآونة الأخيرة باليوم أمس أدى إلى ارتفاع أسعار بعض البضائع، وذلك بسبب يعني أنه أصحاب المحال التجارية أنه ما يقدرون يعبرون. ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ساعات الحظر كان من أهم أسبابها تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية والخضر والفواكه وبعض الحاجيات الضرورية، ما أدى لارتفاع طفيف في الأسعار لتعود بعدها الحياة لطبيعتها بعد رفع حظر التجوال من قبل القوات الأمنية وعودة حركة السوق لطبيعتها وفتح المحال لأبوابها أمام المتبضعين. رجعت الحياة الحمد لله والشكر إلى طبيعتها، وإحنا العراقيين يعني متمرمرين من هذه المأساة. الحمد لله والشكر انتهت الأمور والأمور رجعت إلى مجاريها الطبيعية، ونشكر كل من سعى بهذا العمل الإنساني الجميل. وتستغل بعض الجهات حالات الإرباك الأمني أو الأزمات وبعض المناسبات أيضا لتمارس الجشع برفعها لأسعار المواد الضرورية وبالاعتماد على زيادة القدرة الشرائية ورغبة المواطنين في تخزين الغذاء تحسبا لأي طارئ، مع تخوفهم من احتمالية عدم قدرتهم على تأمين تلك المواد. ومع حالات الارتفاع الطفيفة بأسعار المواد الغذائية والخضروات في العاصمة بغداد، إلى أن القوات الأمنية تستمر بتسهيل حركة العجلات التي تنقل هذه البضائع لأصحاب المحال، سيما إن هناك تسارعا من قبل المواطنين لشراء الاحتياجات الضرورية منها المواد الغذائية خوفا من الأحداث الأمنية. صباح حكيم الفرات، بغداد. وللمزيد ينضم معنا في المرصد الخبري عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبد الإله. حياكم الله في مرصدنا الخبري. والبداية، بعد انتهاء التصعيد والعنف الذي شهدته العاصمة، ما هو المتوقع أن يحدث على الساحة السياسية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك يا والجميع مشاهدي قناة الفرات وشكر لي هذه الاستضافة. بالتأكيد نتوقع اليوم بعد الحديث عن نهاية الأزمة، ولو كانت هي أزمة دموية حقيقية، بفعل استشهاد عدد من المواطنين العراقيين وأيضا الجرحى، اليوم على القوى السياسية العراقية أن تتسابق فيما بينها لتقديم تنازلات متبادلة حقيقية واقعية تتخلى عن لغة العناد السياسي، تتحدث عن مصلحة وطنية عراقية، تتحدث عن مقتربات حقيقية في حوار وطني جاد عراقي يمكن من خلاله يعني يخلق بيئة وسطية معتدلة، وهذه البيئة يمكن أن تشكل في إطار الاستعداد للمرحلة القادمة. الكل اليوم يعي حقيقة بأنه لابد من الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، ولكن آلية الذهاب إلى الانتخابات المبكرة يجب أن تكون واضحة المعالم لدى الجميع، وما سوف يتم الاتفاق عليه جميع القوى السياسية في البيت الشيعي والكردي والسني سوف يكون بمثابة خريطة طريق للوصول إلى بر الأمان، ومن ثم نتحدث عن مكتسبات أساسية قد تهم المواطن العراقي. هذه المكتسبات هو في إطار التحول من السلطة الحاكمة إلى السلطة الخادمة. طيب، يعني اليوم برأيك هل باتت القوى السياسية أمام مسؤولية الإسراع
في استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية؟ قبل أن نتحدث عن الاستحقاقات الدستورية لابد أن نتحدث بشكل حقيقي عن مرتكزات مهمة جدا في استكمال خطوات الحوار الوطني. عندما تستكمل خريطة الطريق فيما يتعلق بجلسات الحوار الوطني الذي دعا إليها السيد الكاظمي وبحضور جميع القوى السياسية بما فيها التيار الصدري لهذا يعني الاجتماع، أنا أتوقع سوف يتم الحديث عن الخريطة اللي يمكن من خلالها نتحدث عن الاستحقاقات. هل سوف يكون هناك انتخاب رئيس جمهورية؟ هل سوف يتم تشكيل حكومة؟ هل سوف تكون هنالك حكومة مستقلة لا تحسب على الإطار ولا على التيار؟ هل يكون هنالك حديث عن تشريع أو تعديل قانون انتخابات؟ اليوم كلمة سيد رئيس الجمهورية يتحدث فيها عن تعديلات دستورية، بمعنى يجب أن يكون هنالك برلمان لإجراء مثل هذه التعديلات الدستورية. الحديث عن انتخابات مبكرة يستلزم أن يكون هنالك مفوضية، الموازنة الاتحادية، قانون الأحزاب السياسية على النظر فيه. فجملة من القضايا إذا تم الاتفاق عليها في اجتماع الحوار الوطني بعد أن ينضج هذا الاجتماع وبعد أن يتم الحديث عن التنازلات المتبادلة الحقيقية لصالح العراق والعراقيين، أن أتوقع يتم الحديث عن فيما بعد عن المكتسبات الأخرى فيما يتعلق انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل حكومة بهذا الخصوص. طيب، ما حدث يوم أمس كان بمثابة كابوس على المواطن العراقي. طيب، كيف ممكن أن تقدم القوى السياسية يعني ضمانات إلى الشعب العراقي بعدم تكرار مثل هكذا أحداث؟ يعني أول شيء كلنا يفهم بأن في المشهد السياسي العراقي ثلاثة عقد أساسية ما زالت هي حاكمة: المسؤولية التاريخية للقوى السياسية، الاتهامات المتبادلة التي تصاعدت في إطار مرحلة الانسداد السياسي عن ما يتعلق بالاتهامات في المراحل السابقة من العملية السياسية، والعقدة الثانية أنا أسميها دائما اللي هو العناد السياسي اللي أوصلنا إلى مرحلة من الصراع والتصادم. اليوم خسرنا أناس عراقيون. والنقطة الثالثة المهمة جدا هي الضمانات. كل القوى السياسية تطالب بضمانات، ولكن الضمانات لمن وكيف يكون هناك تقديم ضمان؟ أنا أتوقع القوى السياسية العراقية كانت هي حاضرة سواء كانت في داخل العراق أو خارج العراق، وهي تعرف أحدهم الآخر سواء كان في البيت الشيعي أو الكردي أو السني. لكن الأطراف الضامنة أنا باعتقادي يجب أن تكون أطراف تستطيع أن تكسب نقاط لثقة جميع القوى السياسية العراقية، وباعتقادي الطرف الضامن الذي يمكن من خلاله أن يعول عليه هو الأمم المتحدة بهذا الخصوص التي واكبت المشهد السياسي العراقي بعد 2003. وحتى نتحدث أيضا عن طرف مهم جدا هو المرجعية الدينية المتمثلة بمقام السيستاني دام الله. شكرا جزيلا لعميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبد الإله، كنت ضيفا عزيزا علينا في مصر الخبري. حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا. تفضل. والآن ننتقل معكم إلى ملف السوشيال ميديا، حيث دعا نشطاء في منصات التواصل القوى السياسية العراقية إلى تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى الدستور لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور وتداعياتها السلبية على البلاد. من بين هذه الدعوات كتب الإعلامي عمار العامري في تويتر قائلا: لابد أن يتسامى الجميع على جراحاتهم، فالخطوة القادمة هي الاحتكام إلى الدستور من خلال الحوار والتفاهم لإنقاذ العراق من شبح الحرب والاقتتال، والمضي نحو تشكيل حكومة خدمية تتحمل مسؤولية حل المشكلات العالقة ووضع خطوة ناجعة لإجراء انتخابات مبكرة وفقا لقانون انتخابي ومفوضية جديدين. أما الكاتب منتظر الأعرجي فيقول في تغريدته أن الاحتكام إلى لغة العقل والحوار والالتزام بالشرعية والقانون واللجوء إلى الأطر الدستورية هو المخرج الوحيد الذي يمكن الفرقاء السياسيين من الوصول إلى حل جذري يفضي إلى تشكيل حكومة قوية ذات برنامج رصين تستطيع تقديم الخدمات للمواطن الذي دفع ثمنا غاليا. أيضا يغرد الكاتب لؤي الموسوي في تويتر عن هذا المطلب قائلا: ما أن تتفاقم أزمة بين صديقين سيركنا للحوار من أجل تسويتها، كيف إذا كان الأمر متعلقا بمصير وطن؟ هنا يكون لزاما على الفرقاء الجلوس والركون للحوار لإعادة رسم خارطة طريق تصحح من خلالها مسار العملية السياسية ضمن الأطر الدستورية لمعالجة الإخفاقات وتجنب البلاد ويلات الحرب والفساد. وفي منصة فيسبوك نشر الناشط رمضان هاشم القرغولي تدوينة يقول فيها: لابد للحوار من طريق،
باعتماد روح الأخوة والتآزر حفاظا على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره وديمومة النظام الديمقراطي الذي يحتكم إليه الجميع، فيتغليب المصالح الوطنية العليا والتحلي بروح التضامن انتصار ونصرة للشعب. واصلت جموع الزائرين تدفقها سيرا على الأقدام صوب مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث شهدت الطرق الرئيسة في المحافظات الجنوبية توافد الزائرين المتجهين مشيا على الأقدام صوب كعبة الأحرار ومنهج الثوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام لإحياء مراسيم الأربعين وسط إجراءات خدمية وصحية وأمنية مشددة، فيما استنفرت الهيئات والمواكب الحسينية كل إمكانياتها لاستقبال الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسيم الأربعين. هذا وانتشرت السرادقات والمواكب الحسينية على طول طريق الزائرين لتقديم كافة الخدمات لهم. بالنسبة إلى زوار خدمة الإمام الحسين شرف عنا احنا كوننا خدام، وبالنسبة للزوار بصورة عامة خير وبركة كل سنة وزيد ببركات الإمام الحسين، ومختلف الزوار جاي تجينا من مختلف الدول جاي تنزل عندنا، وخاصة يجون احنا محافظة البصرة بصورة عامة، يعني الزوار جاي تنزل عندنا وجاي نرحب بيهم، وخير من الله والزاير مدلل بصورة عامة، واحنا بركات الحسين إن شاء الله تتوسع والأكثر والأكثر إن شاء الله. نعزي صاحب العصر والزمان بهذا اليوم باستشهاد سيد الشهداء عليه السلام، والحمد لله والشكر إن شاء الله إن شاء الله الله يبيض وجهنا قدام الحسين والزهراء، خدمة مستمرة ما قاطعينها وإن شاء الله أكثر بعد وأكثر. بالنسبة الناس الجاية تجي من كل مكان، طبعا إحنا هنا مواكب البصرة منطقة البصرة نقدم المأكل والمشرب وكل ما يحتاجه الزائر اللي مشاي اللي جاي من الفاو، جايين من الكويت، جايين من الجمهورية الإسلامية، من باكستان يجون عن طريق الشلامشة أيضا، الحمد لله والشكر أعداد كبيرة وهائلة، وإحنا نقدم هذه الخدمة لهم تقربا إلى الله تعالى ونلتمس شفاعة الإمام الحسين بهذه الخدمة. مع اقتراب موعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تشهد المنافذ الحدودية بين العراق وإيران عودة دخول الزائرين الوافدين لإحياء مراسم الزيارة، فيما تسعى هيئة المنافذ الحدودية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية من أجل دخول الزائرين بإنسيابية عالية. صباح حكيم والتفاصيل. يواصل الزائرين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول الأخرى توافدهم عبر المنافذ الحدودية لأداء الزيارة الأربعينية، وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن وضعها آلية شاملة لاحتواء أعداد الزائرين المتوقع قدومهم بكميات كبيرة إلى العراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وكانت هيئة المنافذ قد عقدت اجتماعا موسعا بحضور رئيس هيئة المنافذ بالإضافة إلى قائد العمليات المشتركة من أجل وضع آلية شاملة لاحتواء أعداد الزائرين الوافدين من ناحية تأمين الإجراءات الإدارية والفنية والدعم اللوجستي في النقل وتأمين الطريق من وإلى محافظة كربلاء المقدسة، وتوسع القوات الأمنية من إجراءاتها لتأمين كافة طرق الزائرين والحرص على سلامتهم ووصولهم إلى مدينة كربلاء المقدسة، فيما تسعى هيئة المنافذ لتسهيل دخول الزائرين وبانسيابية عالية مع تخفيف جميع العقبات ووسط إجراءات احترازية وعمليات انتشار يمكن من خلالها ضمان سلامة ضيوف الحسين القادمين لأداء الزيارة الأربعينية المليونية. صباح حكيم الفرات. لليوم الرابع على التوالي يتوافد الزائرون من منطقة رأس البيشة في مدينة الفاو أقصى جنوب العراق لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث يتسابق أصحاب المواكب الحسينية لنشر السرادقات العزائية والأماكن الخدمية لاستقبال الزائرين في مسيرتهم الحسينية لأجل تقديم الخدمات اللازمة لهم والظفر بهذا الشرف الذي كان ينتظرونه لموسم كامل.
شنو هذا الموكب باخر مكان بالعراق؟ اول موكب من راس البيشه. شو وقت تاسس؟ صار لي هسه انا رابع سنه بي. رابع سنه؟ نعم. انت هنا باخر العراق. بالزوير. اخر نقطه بالعراق. شو تقدمون للزوار؟ نعم. هل موجود خبز، شاي، جبن، الموجود العدن نعطيه للزائر. مأجورين. اللي يجينا من كربلاء، من النجف، من باقي المحافظات، من باقي الدول نقدم له الموجود عندنا اللي ندر له نعطيه. مالتكم اكلكم اكل البيت؟ نعم اكل البيت نعطيه. شنو اللي يدفعكم تسوون هيك وهنا حاره؟ حب الحسين. وكل هذا دليل بحق الامام الحسين عليه السلام. مأجور. بحق امام الحسين. مأجور يا ابوي. ان الامام الحسين ثورة الحق منتصر. قدم على السيف ونفذ امر الله سبحانه وتعالى. وش ما مسوي غليل مثل اغلى ما عنده نفسه وماله وحلاله وعياله. وانت هسه؟ كله في سبيل الله. راس الحمراء زينب الامام زين العابدين في مسيره الأربعين سيرا على الاقدام الى سيد الشهداء. حوراء زينب من سارت والامام السجاد والاطفال ساروا حافي ساروا مشوا على الرمل الحار وعلى التراب وعلى الشوك. نواسيهم ان شاء الله نسر من الله الغبون ان شاء الله. منك تجي تطيح انت بس الرايه اهم شيء ما توقع. ما توقع ان شاء الله. لان العباس ابو فاضل مقطع شفوفه وما طاحت رايته. انا اطيح رايتي. راية العباس مو يم النهر ما هو تعلقاح صعدت للقمر. راية العباس. شهد الحرم الحسيني المطهر انسيابية كبيرة في حركة الزائرين الوافدين من مختلف المدن لإحياء زيارة الأربعين، حيث استنفرت العتبات الحسينية والعباسية المقدستان كوادرها الخدمية والأمنية من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى زائري الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام في زيارة أربعينيتهم المطهرة، فيما تم رفع راية أبي الفضل العباس عليهم السلام في المضيف الخارجي للعتبة العباسية المقدسة إيذانا ببدء استقبال الزائرين القادمين لأداء الزيارة. من جانبها أكدت سلطة الطيران المدني استمرار الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي دون توقف، وقال جهاد الديوان مدير إعلام سلطة الطيران المدني إن الرحلات الجوية في جميع المطارات طبيعية ومستمرة دون توقف، وأشار أن الخطوط الجوية الإماراتية الوحيدة التي علقت رحلاتها إلى جميع مطارات العراق وستباشر برحلاتها بدءا من الأربعاء. من جانبه أكد مدير مطار النجف الأشرف حكمة أحمد أن المطار مستمر برحلاته الجوية دون توقف. من جهتها أعلنت هيئة المنافذ الحدودية استئناف العمل في جميع المنافذ لدخول الزائرين الوافدين لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي إنه تم استئناف دخول الزائرين من جميع المنافذ الحدودية المشمولة بالزيارة الأربعينية. شهدت المنافذ الحدودية في محافظة ميسان توافد الزائرين القادمين لزيارة المراقد المقدسة في كربلاء بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث أكدت قيادة العمليات جاهزية منفذ الشيب الحدودي لاستقبال زوار الأربعين بعد اكتمال كافة الإجراءات الأمنية والخدمية. أحمد السدخان والتفاصيل. استعدادا لاستقبال الزائرين من خارج البلاد، أعلنت قيادة عمليات ميسان عن جاهزية منفذ الشيب الحدودي لاستقبال الوافدين لأداء مراسيم زيارة الأربعين، فيما أشارت إلى اكتمال كافة الإجراءات وإعداد خطة أمنية محكمة بمشاركة جميع القطاعات من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية لتأمين الزائرين. حقيقة تم زيارة منفذ الشيب الحدودي للاطلاع على الإجراءات الأمنية، وحاليا المنفذ جاهز لاستقبال الزوار من دولة إيران الإسلامية والدول المجاورة. الخطة الأمنية خلال الأيام القادمة راح نباشر بها بحماية الزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة. طبعا سيتم نشر القوات الأمنية على طول طرق تنقل الزوار في المحافظة. كما تشارك قوات الحشد الشعبي في تأمين طريق الزائرين فضلا عن تقديم الخدمات اللازمة إليهم طوال فترة الزيارة. باشرت هيئة الحشد الشعبي عمليات الرافدين اللواء العاشر بتهيئة
الخدمة خدمات المواكب الحسينية لزوار الأربعين القادمين من الجمهورية الإسلامية والمنطلقين من هذه المناطق المجاورة للحدود العراقية الإيرانية، مواكب خدمية وأيضا تأمين حمايات للزوار الكرام إن شاء الله. أما مواكب تقديم الخدمات فقد انتشرت على طول الطريق من المنفذ الحدودي باتجاه العتبات المقدسة مرورا بمدينة العمارة، وأكد أصحاب المواكب والأهالي على فتح قلوبهم قبل بيوتهم لزوار أبي الأحرار عليه السلام. جايين بخدمة الإمام الحسين، كل احنا صغار وكبار، هاي حتى الجهال هاي جايين نخدم للإمام الحسين، للزوار نقدم كل شيء، ارواحنا كل شيء عندنا، اموالنا بيوتنا كلها نقدمها خدمه الامام الحسين. حضرنا استعدادنا للزوار العراقيه الايرانيه، متحضرين كل شيء، اكل وشرب وماي وفراش وغطاء، ومحضرين بخدمتهم، احنا الشردون بخدمتهم الزوار، ومفتحين بيباننا لهم الزوار ابو عبد الله. احنا اليوم يدفعنا حب الحسين هسه وبعد وللتالي، احنا نموت على تراب الحسين، على حب الحسين ان شاء الله. حتى لو تجي ملايين حتى لو يجي كل الدول كلها، احنا ان شاء الله العراق مؤمن ونأمنهم ونرحب بهم حاليا ونخدمهم. استعدادات أمنية وخدمية كبيرة من أجل استقبال الزائرين الوافدين من خارج البلاد مع توفير جميع مستلزمات نجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أحمد السدخان، الفرات، ميسان. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية إعادة فتح الحدود الجوية والبرية من قبل الحكومة العراقية لتوفيج الزائرين لزيارة العتبات المقدسة. وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مجيد مير أحمدي إنه تمت إعادة فتح الحدود الجوية والبرية بعد عودة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها، وأضاف أن المطارات الإيرانية استأنفت تسيير رحلاتها الجوية وفق جدولها السابق إلى بغداد والنجف الأشرف لنقل الزائرين الوافدين لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذا وتوافد الآلاف من الزائرين الإيرانيين إلى الأراضي العراقية لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وشهد منفذ الرباط الحدودي في محافظة واسط استئناف فتح أبوابه مجددا أمام الزائرين الوافدين لزيارة العتبات المقدسة بإنسيابية عالية وسط إجراءات تنظيمية سريعة من قبل إدارة المنفذ لتسهيل عملية الدخول. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.